بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بتجربتي مع ديول. جوزوا معايا ودوك تشوفوا الفيديو تاعنا تاع اليوم وتفهموا واش راني نقول. بون، العجينة نسحقو سميد الفان. انا خدمت هنايا بسومو الفان وزدت صيرته باش نحيت منه هذوك الحبيبات الخشان هذوك، ومن بعد لميته بالماء وقريصه ملح كيما تعرفوا. ما كاش لي عجين تمسمن، يعني ما كاش لي ما نعرفوهاش. هاي لك لامخ تاع السميد اللي خدمت به وندلكوها بيان. خدمتها انا مليح، خدمتها وخليتها تريح واحد ساعه، ساعه ونص ابري قد ما تخلوها تريح مليحه. فوالا دلكتها مليح، دلكوا العجين تاعكم بيان كيما مدارين، دلكوا المسمن المحاجب. على بالي بنات بلادي ما كاش اللي ما تعرفش دير المسمن والمحاجب. فوالا نخدم العجينه تاعي بيان باش تجيكم معلكه وتساعدكم مليح. شوفوا كيما راكم تشوفوا معايا، هنا دلكتها على اليابس يعني العجين ناشف، ندلكو ناشف ومن بعد نبدا نزيد له شويه في الماء بالعقل بالعقل حتى يولي شويه متلوق، ماشي نطلقو نجريه. نبدا شويه نعاون فيه بالماء باش يدخلوا الماء هذاك مليح، باش من بعد كي نطلقوه يجينا ساهل. بس لو كان تخليه ناشف ويريح ومن بعد يجيك صعيب شويه باش تطلقيه باش يولي لك جاري كيما تاع البغرير. يبقى انا بديت دوكا عاونت وندلك وندخل في الماء بشويه بشويه، ندلك ونعاون فيه، دخلت الماء بشويه بشويه باش من بعد يجيني ساهل كي نطلقوه مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا عياني انا يعني دلكتو بيان، دلكتو مليح يعني ماشي. فوالا دلكتو مليح كيما تاع السميد. انا هنا درت كيما تاع المحاجب، عفوا انا درت هنا سميد وحده وما درتش معاه شويه فارينه كيما كنتو تشوفوا. هنا اللي تحب تلم بسميد بالمدافي تقدر تلم بالمدافي، ونخليه روبوزي ساعه ساعه ونص حتى لساعتين ونعاودو نولو ليه. هنا بعد ما روبوزا تشوفوا كيفاش تلقاوها، طلقت لكم هذاك العلك تاعها تاع الكتبيان العجينه. نبدا بالعقل، بسم الله نطلق فيها، ندخلوا لها الماء غير بالعقل. انا نخدم فوق الرخامه تساعدني خير من هذيك الباسينه ولا القصعه، الرخامه تساعدني خير. فوالا نبدا ندخل في الماء، نضيف لها في الماء وندخلوا بيها في العجينه، ندير شويه كي تدخل نزيد لها شويه. فوالا كي تخبطي هكا تعاونيها العجينه تاعك مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا انا قلب خضات لي كاع هذاك الكاس تاع الماء، وكيما راكم تشوفوا انا درت كميه قليله، درت شويه برك ماشي بزاف، حبيت نسييها برك معاكم للمهتمين اللي حبت تجربها تجربها. انا قلت نسييهم اذا نجحوا لي نكملهم ان شاء الله، نكمل بهم ان شاء الله شهر رمضان، واذا ما نجحوا ليش ما خسرنا والو، شويه سميد وقال لك رانا نتعلموا. فوالا دلكتها بيها، دخلت فيها كامل هذاك الماء، تطلقيها مليح. حنا كي تشوفيها غلباتك رجعيها في قصعه ولا في اليان تاعك ولا في باسينتك كيما تحبي. هنا لي يد اللي موالفه بالعجين ما راحش تعييها يعني. فوالا كيما راكم تشوفوا ديروا لها هكا، مازالت تشوفوا ديروا هاد التاس كي تلقاوها مازالها شاده روحها، ما ايبا زيدوا لها شويه ما وزيدوا طلقوها، هذا هو التاس تاعها. فوالا زيدوا الماء وزيدوا خدموها، زيدوا الماء بالعقل قلنا ما نزيفوهش على ضربه باش ما تجري لكمش وما تخسر لكمش. فوالا ومن بعد ما درنا الماء نبداو نزيدو في الزيت واحد زوج مغارف بصح، نزيدوهم غير بالعقل وندخلوهم مليح في العجينه كيما راكم تشوفوا. نخبطوا العجين وندخلو فيها هذاك الزيت في الغزيت من الفوق ولا في يديكم وبداو.
انا بالنسبه للديول عفوا ما نقولكم جو سوي بروفيسيونيل وانا موالفه نخدم بيهم. نو انا جامي ما درتهم في يدي، جست اون فوا درتهم مره في رمضان وريتهم لجارتنا وسيله اللي نوجه لها تحيه ربي يذكرها بالخير ان شاء الله ويعطيها الصحه، صنايعيه يعني، ورات لي كيفاش نخدمهم. ولكن انا كي سيتهم اول مره سيتهم في سنيوه تاع النحاس وخبطتهم كيما يخبطوهم، يعني ماشي بالطريقه اللي حنشوفوها مع بعض. انا خدمتهم خدمه صنايعيه كيما في سنيوه تاع النحاس، ولكن دركا ماهيش متوفره عندي سنيوه تاع النحاس، الله غالب راح نديرو في هاد السنيوه. شفت بزاف في اليوتيوب في الفيسبوك نتا كاملهم يخدموا فيها، قلت ولا غير انا تاني نجربها راه دايره حاله انا تاني نسيها. بون هنا السنيوه تاعنا هذيك السنيوه تاع البسبوسه نورمال كيما نقولو تقصدريها مليح، كي شغل تقصدريها هنا تغسليها بالرغوه تاعك، ولا كاين يغسلو بصابون طرف واجاكس هذاك ولا حبل السلك، تنقيها مليح ومن بعد تجيب الزيت ولا بهذاك البرودوي هذاك اكسبريس هذاك تاني مليح، ومن بعد تجيب الزيت وتمسحيها بيه حتى تشوفي هذاك البابي موشواغ تاعك ولا سويتو تشوفيه بيض ما فيش هذيك البرودوي هذاك الكري. نشلل سنيوتي ونشفها ونديها فوق النار كي تسخن نديرو كيما راني ندير كيما راكم تشوفوا معايا. انا هنا جربت الشحال من وحده وخسرت لي، نشفوا لي يبسوا لي تقطعوا يا ودي واش نحكي لكم. هذيك العجينه قريب راحت كامل الخساره، مزيه لي لمت شحبيبات يعني ما رميتهاش كامل. شوفوا هنا معايا انا خليت سنيوه بردت، انتوما اللي حبت تجربهم ما تخلوش السنيوه تبرد، هذه هي الغلطه اللي درتها. يعني الحبه الاولى كانت سنيوه سخونه نجحوا لي، ومن بعد الحبه تتوالى ولاو غير كور ومد العور، يعني خسروا لي كامل. فتحرقت في يدي كي قلقتني السنيوه وحرقتني، كنت ولا غير نخلي السنيوه تبرد باش نخدم بهم بالك يصحوا لي، ولكن فينالمون ما صحوا ليش كيما راكم تشوفوا. كي تخلي السنيوه تبرد ما راحش تشد لكم اون بون كونتيتي تاع العجين ويجيكم رقيق ويبسو لكم تمتم ويتفتو كيما صرا لي انا. عايلك شوف معايا تتفتت تجيكم رهيفه رهيفه، تجي تخي تخي فراجيل فوالا كيما راكم تشوفوا. انا يعني قلقتني مليح هادو الحبيبات الاخرين. شوف هادي ريفيزي ماشي ناجحه، جيت خليت السنيوه تاعي سخونه كيما راكم تشوفوا، هاي سنيوه سخونه شوفوا كيفاش راني نزرب يعني، ودرتها درت خبيزات صغار ماشي كبار وخليتها. شوفوا الخبزه كي كانت سنيوه سخونه الخبزه تاعي كيفاش جاتني، الله الله عليها ما شاء الله. يعني نتوما اذا حبيتوا تجربوها نصيحه باش تتعلموا من الخطا اللي درتو انا وما توقعوش في نفس الخطا، خلوا السنيوه تاعكم تسخن مليح جبدوها على النار قسمه تهفت شويه برك وبداو تخدموا، ومشوا العجين كيما راني نقول كيما درت انايا. راكم تشوفوا طريقه، راكم تشوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها. تانيك عمليك الحبيبات اللي كنت خدمتهم انايا، صدقوني تبعوا واش قلت لكم النصائح اللي مديتهم لكم وراح تنجحوا ان شاء الله، ما توقعوش في نفس الخطا اللي وقعت فيه. خلوا السنيوه تسخن مليح نحوها قسمه تهفت شويه وزيدوا خدموا خدمه حبه مور حبه، شدي بابي موشواغ بين كل حبه وحبه ولا تشوفي السنيوه تاعك نشفت جوزي عليها بمسحه باش ما تلصقلكش. هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها اللي حصلت عليها انا. شوفوا الديول تاعي يعني خرجوا لي هما، هذه اللي خسرت لي زوج حبيبات خسروا لي وثلاثه نجحوا لي، وخلي من اللي رميتهم وكانوا نشفوا لي فوق الفور. هذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها، نتمنى تكون الفيديو اليوم فادتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.